هذه مدينة مصوع أو اسمها العربي القديم باضع، وينطقونها هنا أيضا بالصاد باصع. المدينة مطلة على البحر الأحمر، مقابل هذه المدينة جزيرة هناك تسمى بجزيرة دهلك، وبعد جزيرة دهلك الجزيرة السعودية جزيرة فرسان، ثم مدينة جازان. إذن هذه المدينة مقابلة لسواحل المدن السعودية. هذه الأرض لها تاريخ عريق، فعرفها العرب قديما قبل الإسلام، بل وقبل الميلاد بألف سنة. فلما هاجر العرب إلى هنا واختلطوا بأهلها وأصبح لهم تجارة فيما بعد، وعندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالحق وظهر الإسلام، كان زعماء قريش يؤذون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم عليه الصلاة والسلام لما رأى ما يصيبهم: لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملك لا يظلم عنده أحد. وكان هذا الملك هو أصحمها النجاشي. كانت هذه الأرض تابعة لهذا الملك، فهاجر عدد من الصحابة رضي الله عنهم، وكان على رأسهم عثمان بن عفان وزوجته رقية بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، وزبير بن العوام، ومصعب بن عمير، وعبد الرحمن بن عوف، وعبد الله بن مسعود، وقيل أن عددهم 12. ركبوا البحر، واختلف الناس في مسارهم. قيل أنهم مروا أولا للاستزادة والاستراحة في جزيرة اليوم هي تابعة للسودان، وقيل أنهم وصلوا إلى منطقة تسمى خليج زولا، وهو ميناء شهير كان اسمه عدوليس، وقيل أيضا أنهم وقفوا في هذه الجزيرة وهي جزيرة باضع كما كانت تسمى مصوع اليوم. وطأ الصحابة أرض هذه الجزيرة أقاموا فيها الصلاة، وكانت القبلة في ذاك الوقت اتجاه بيت المقدس، كانت قبل الهجرة ب7 سنوات. كان لسكان الحبشة وخاصة هذا الجزء إريتريا فضل كبير باستقبالهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستقبلوهم وعاملوهم معاملة حسنة، وذكروا ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم بعدما عادوا. كانت هذه الأرض أرض نصرانية، وهم في النصرانية قديم قبل أوروبا، فلما أسلمت هذه الأراضي وأسلمت سواحل البحر الأحمر بشكل عام فسميت بالطراز الإسلامي، فما خلفها كان بلاد النصارى، وعلى البحر بلاد المسلمين، فكأنها طرزت بالإسلام فسميت بذلك. ظلت هذه الأراضي أراضي إسلامية حكمها الأمويون والعباسيون ومجموعة من الممالك والسلاطين. كانت أراضي الطراز الإسلامي مطمع لمن خلفهم في أفريقيا، وخاصة ملوك أثيوبيا يريدون نافذة على البحر، فكانت النزاعات بينهم مستمرة. وأيضا كانت مطمع للغزاة الأوروبيون يريدون أراضي في هذه المنطقة للتحكم في التجارة. فوصل إلى هنا البرتغاليون عام 1520 تقريبا. لما وصل البرتغاليون إلى هذه المنطقة ضايقوا أهلها واضطهدوهم واعتدوا على مقدساتهم، ولكن ما قدروا يستمرون فترة طويلة، وبسبب أن أهالي مصوع كانوا يرفضون أن يبيعون عليهم الأكل والماء. وأيضا أمير مصوع طلب النجدة من الأتراك الدولة العثمانية. وصل العثمانيون إلى مدينة مصوع عام 1538، واستمروا هنا أكثر من 350 سنة، فلذلك معظم المباني هي مباني عثمانية. ذلك أصبحت تابعة للحكم المصري، ثم غزاها الإيطاليون وأصبحت أول مستعمرة لمملكة إيطاليا عام 1890. وكانت هذه المدينة مصوع عاصمتهم، ولكن الإيطاليون نقلوا عاصمتهم إلى العاصمة الحالية أسمرة، وبنوها بشكل مقارب لروما، فسموها بروما الصغيرة. واستمر الحكم الإيطالي إلى أن بدأت الحرب العالمية الثانية أربعينيات القرن الماضي، فلذلك كبار السن في هذه الدولة تجد أن بعضهم يجيد اللغة الإيطالية. بعد خسارة إيطاليا في الحرب العالمية الثانية خسرت هذه الأراضي، وحكمت بريطانيا فترة هنا، ثم ضمت هذه الأراضي إلى أثيوبيا. الأريتريين أحرار لا يرضون بالحكم الأثيوبي، فعارضوا هذا الأمر وكونوا حزب، وكان هذا الحزب قريب من مدينة نقفة الموجودة الحالية وسميت العملة عليها. استمر النضال والحروب أكثر من 30 سنة حتى نالوا حريتهم عام 1991، ثم استقلت الدولة بشكل رسمي عام 1993. كافيتيريا بناها الإيطاليين، وهذاك فندق تورينو، وهنا مبنى حكومي إيطالي. إضافة إلى المباني العثمانية والإيطالية نجد أن مباني بنيت على الوقت الأثيوبي، فمثلا هذا المسجد، مسجد الحنفي، بناها الملك هيلاس السلاسي، وكان بناؤه لأجل أن لا يخرج مجموعة من سكان هذه المدينة مع المعارضين، بنى المسجد، وأيضا بنى كنيسة، وبنى مدرسة، وبنى مستشفى.
من تجار مدينة إريتريا قديما. نعم. بيت النهاري معانا حسن النهاري جده كان التاجر. أيوة. وين كنتوا عايشين حسن؟ عايشين هنا في البيت هذا. هذا بيتهم ما شاء الله تبارك الله. هذا كان يعني بيت العائلة. أيوة. وفي نفس الوقت مكتب الوالد. مكتب كان الوالد. أيوة. ما شاء الله. وين بيت الوالد؟ وين غرفة الوالد؟ هذه اللي في البلكونة. البلكونة نعم. وانت وين ولدت في غرفة؟ يعني تولدت هنا في الغرفة الثانية المجاورة. طيب ليش مكسر البيت بالشكل هذا؟ والله ايش اقول لك، الظروف هذا يعني. اي الحرب والمشاكل ايام باب المنزل كاتبين عليه هنا بسم الله الرحمن الرحيم، يا داخل الباب صلي على النبي المختار. طبعا اعتقد ان العبارة الصحيحة هي داخل الدار صلي على النبي المختار. ما شاء الله تبارك الله. طبعا البيت لو تلاحظون التكسر اللي فيه هو ضرب المدافع الاثيوبية. منزل جدك ها؟ نعم. والان انت واولاد عمك وقت الحرب هاجروا. اكيد. منهم اللي راح اليمن ومنهم السعودية. اكيد. يعني الحين انتم عيال عمك منهم السعود منهم اليمني ومنهم الإريتري ومنهم اللي في أوروبا ومنهم الأوروبي. ما شاء الله تبارك. لك شعور كأنك في جدة البلد. هذا متحف أثري قديم أغلق الآن. الأحجار اللي بنيت منه هي أحجار مرجانية جلبوها من دهلك. هذا مسجد الشافعي عمره ما يقارب 1000 سنة، ولكن مو على هذا البناء، طور أكثر من مرة. وهنا أيام الحكم العثماني. وأغلب المساجد جاء لها ترميم من وقت العثمانيين أو ما بعد، مثل مسجد الحنفي اللي هدم في وقت هيلا سلاسي وبني مكانه واحد آخر. مسجد الشيخ حمال الأنصاري، وكلمة حمال هو لقب له حيث كان يعمل في المينا، وكانوا يرونه رجلا صالحا ومبارك، والمسجد عمره ما يقارب 500 سنة، ويقال أن هذا المسجد هو الذي لما وصل البرتغاليين حولوه إلى كنيسة. ولكن ولله الحمد عاد مسجدا، ولكن معطل الصلاة فيه بسبب قلة الناس، وكثير من المساجد كذلك. هذا بنك دي روما بنوها الإيطاليين لما كانوا هنا، عمره ما يقارب 120 سنة. كانت المحلات واللوحات بالعربي هناك، مثلا النجمة لبيع الأسماك، هنا سوبر ماركت ومستلزمات القذائي للسفن. هذا الفيديو صور من مدينة مصوع قديما. ايه بالضبط. انت كمان لو دخلت في النت ايه ريت سي سيتيزنز، لو دخلت في الموقع ده يجيب لك مدينة مصوع. ما شاء الله. ريت سي سيتيزنز. ايش رايك ما تشوف باب مكة؟ ما شاء الله والله تشوف. مطعم ومخبازة سلام، والمخبازة هو مطعم بيع الأسماك، ولكن يقدمونها بطريقة التنور، يقدمون معها أعتقد نوع من الخبز وشيء من العسل. السلام عليكم، صبحكم الله بالخير من مدينة مصوع، أو كما تسمى باصع، أو اسمها القديم بابع. هذا محل العم إبراهيم أدوات البناء. لأدوات البناء. نحن في إريتريا 900 معنا يعني. تقول تقرنجة وتقري وكنامة وبلين وعفر وصاهو وتقري، وهذول 900 دين. والرشايدة اللي هم والرشايدة. العرب يسمون هذه بالعربي ايوه إريتريا. إريتريا. إريتريا بالتقري. بالتقري. وإريتريا بالعربي. وإرترا. إرترا بالتقرينيا. بالتقرينيا. ايوه. تمام. بس هذا الاسامي هذه في. وهذه المدينة تسمى مصوع. مصوع. وايضا. ايضا كاسة كمان مصوعة كمان. واسم ثاني. اسم ثاني باصع. باضع. باصع. 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 بالتقري. بالعربي باضع نعم. حس شو بارد. بارد. مارك. متى كان زحمة على المحل؟ زام من 97 وهناك. من قبل 97. أيوه. دال هذا من ساحل هو نقفة. من نقفة بدل. نقفة يا ولد دال. تمام. ولد دال من ساحل إلى آخر آخر مصوع. آه. مصوع فنقل آخر نهاية 90. إيه. التحرر. لما المناضلين سيطروا على مصوع. على مصوع. فهذه سموه فنقل. فنقل. فنقل ماذا يعني فنقل؟ فنقل فنقل. ماذا تعني؟ ها؟ يعني ماذا؟ هذا لما يعني ماذا رفعوا؟ أترفع النظام من هنا. يعني ترفع النظام فنقل.
السلام ايوه. ولا مصوع من مصوع الى اسمره سيطروا على اسمره ايوه سيطروا على كل اريتريا ثم تحررت اريتريا ما شاء الله فانكل ابراهيم ايوه هذا التلفزيون مسجل من وين شريته؟ من السعودية هو تلفزيون ومسجل جابه خالي خالك جابه من جدة سنة كم؟ قبل سبعينات بالسبعينات أيوه. ما شاء الله تبارك الله هذا اثاره هذا حس هذا مسجل هو وهذا الراديو هذه سكة القطار القديمة توقف من فترة طويلة هذه فقط الاثار محكمة مصوع طبعا يسمى اقليم شمال البحر الاحمر بحكم انه بالنسبة للارتيريا تعتبر المنطقة هذه شمال هذا القصر وامامه النوافير على البحر بنوه الاتراك حينما كانوا يحكمون هذه المنطقة واثناء الحكم الاثيوبي كان هذا القصر يسكنه هيلا سلاسي ملك اثيوبيا كان يأتي يقضي في فترة الصيف مرة في السنة بحكم ان اثيوبيا ما في بحر لاحظوا فخامة القصر في ذلك الوقت وكان فوق بالأعلى قبة كلها من الأصداف ولكن ضربته المدافع الأثيوبية أثناء الحرب وبقي على ما هو عليه الآن مدخل القصر وكيف اطلالته على البحر قصر هيلا سلاسي هذا الملاحق التابع له هذا قصر آخر هذا القصر أصبح بيزور مسجد الصحابة لازم يمر على متحف إقليم البحر الأحمر وياخذ الإذن والتصريح من هذا المكتب ناخذ التصريح يفتح لنا البوابة بعد ما يتأكد من رقم السيارة المسجد جوا المينا لازم تدخل تصل إلى مسجد الصحابة هذا المينا في جزيرة باضع في منطقة تسمى راس مدر وهنا مسجد الصحابة أولى المقدسات الإسلامية على مستوى العالم أسس عام 615 بعد الميلاد رست سفينة الصحابة رضي الله عنهم في هذه المنطقة وتسمى برأس مدر وقفوا في هذا المكان وأقاموا الصلاة لذلك يعد هذا المكان أول مصلى يصلي فيه المسلمون خارج أرض العرب الصحابة رضي الله عنهم هاجروا بعدما آذاهم كفار قريش وسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بأرض الحبشة ملك لا يظلم عنده أحد فركبوا البحر حتى وصلوا إلى هذه المنطقة وكان عددهم كما قيل 12 منهم عثمان بن عفان وزوجته رقية بنت محمد صلى الله عليه وسلم ومنهم الزبير بن العوام ومصعب بن عمير وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن مضعون وعبد الله بن مسعود لم يستمر الصحابة كثيرا هنا وصلتهم الأخبار أن أهل مكة أسلموا فعادوا بعد 3 أو 4 أشهر ولكن حين عادوا وجدوا أن الأخبار ليست صحيحة فأذن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بهجرة مرة أخرى ولكن في المرة الأخرى هاجر أكثر من هذا العدد يقيل أنه 82 المحراب والمنبر بني فيما بعد يبدو أنه في وقت الدولة العثمانية وأول مسجد بني في الإسلام على حسب اتفاق أهل العلم هو مسجد قبة في المدينة
والعلماء استدلوا على آية قرآنية في قوله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وهذا المسجد هو مسجد قرى، والمسجد الآخر الذي لم يؤسس على التقوى هو مسجد ضرار الذي أسسه المنافقون وكانوا يجتمعون فيه وهدم فيما بعد. الآن القبلة بهذا الاتجاه مثل هذا المحراب إلى بيت المقدس، أما مكة بهذا الاتجاه. فالصحابة رضي الله عنهم صلوا اتجاه بيت المقدس. القبلة حولت من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام في السنة الثانية للهجرة، ولكن الصحابة وصلوا هنا قبل الهجرة بسبع سنوات تقريبا. الصحابة رضي الله عنهم حفروا بئر في هذه المنطقة وقالوا أنه الماء يخدمهم في الصيف والشتاء، وبقي فترات طويلة، إلا أن الحكومة في الوقت الحالي لما حدثت هذه المنطقة ألغوا البئر. الوقت الحالي لا يصلون فيه إلا في صلوات العيد فقط، ولا أعلم هل قبلتهم تجاه بيت المقدس كما هو الآن أو تجاه بيت الله الحرام. الآن هذا متحف إقليم البحر الأحمر، كم قسم؟ خمسة أقسام. اللي هي أقسام ماذا؟ قسم التاريخ الطبيعي، الثروات الطبيعية. وماذا؟ والثروات الطبيعية طبعا فيها شعب المرجانية والقواقع البحرية. ما شاء الله. طيب وش الأقسام الثانية؟ في الأقسام الثانية في قسم التراث، في قسم الآثار، حلو، وفي قسم الأسماء الاستعمار، حلو، وقسم ذكريات الكفاح المصلح. ما شاء الله. الحوت هذا طوله 14 متر، وزنه 30 طن. هذا الأطوم أو الأروم، ويسمونها هنا بقرة البحر. هذه طولها 3 أمتار ووزنها يصل إلى 400 كيلو. عجيب أنها من الثدييات وتلد بعد 30 سنة. في البحر الأحمر 1200 نوع من الأسماك، وفي هذا الإقليم اللي هو إقليم البحر الأحمر في إريتريا فيه 130 نوع. هذه الجمجمة وجدوها وعمرها 1.5 مليون سنة. منطقة اسمها بويا، قريبة من مصوى. قريبة من مصوى هذه المنطقة. فترة دخول النصرانية إلى أرض الحبشة كانت حضارة هنا تسمى عدوليس، هذه بعض أثارهم، وهنا أثار سفينة في جزيرة تسمى جزيرة عساكر. ثم هذه فترة دخول الإسلام في القرن السابع الميلادي، إلى السادس عشر. وكانت في حضارة هنا، حضارة دهلك. حضارة دهلك هي كانت ميناء، وكان ميناء وحد يعني تجارة كانت تحصل بينه وبين الدول العربية والصين والهند. ما شاء الله تبارك. دي الكتابات الكوفية طبعا، القرآن فيها كتابات كوفية زي النسائي للرشايدة. نعم. وهذا زي النسائي لمن؟ الساهو. هذا لبس النساء العفر، وهذا لبس التقري. قسم الكفاح، وكانت الحروب ضد أثيوبيا. طبعا الأثيوبيين قاموا بجرائم شنعة في هذه المناطق. السلام عليكم، صبحكم الله بالخير. من مدينة مصوع في دولة إريتريا، البر المحيط في هذه المدينة يسكن فيه قومية الرشايدة، والمراد هنا ليست القبيلة فقط، قبيلة الرشايدة من بني عبس، لا، بل مجموعة من القبائل العربية اتحدوا كحلف تحت هذا الاسم، اسم الرشايدة. يعني المراد فيهم مجموعة القبائل العربية التي هاجرت من 150 سنة وأكثر، وإن كان أغلبهم من الرشايدة فلذلك سموا بهذا الاسم. وتعرفت على ها الشيخ الطيب، عرفنا باسمك. حمدان حامد عبد الله سلمان سالم سليم من العوالي الروقة العتبة. ونعم ونعم والله. هنا يسمونكم الرشايدة مع انك عتيبي. انا عتيبي بأصلي وفصلي. طيب واللي يسمونكم رشايدة هم أهل الديرة ذي؟ أهل الديرة يعني أهل العموم. جميل يقولوا رشايدة. ولا ما هو رشايدة بلا؟ ما نقول آل سعود، كلها آل سعود. ايه. السعودية الله الله. ايه. لكنها فيها وفيها وفيها. فيها قبائل. لكن القبائل الموجودة هنا عتبان وش غيرهم؟ وذانين. ايه. وذانين. بقوم. وبقوم. وبراطيخ. وجهنان. وجهنان وقبائل قبائل قبائل فيها. وكلها تحت اسم الرشايدة. تحت اسم الرشايدة لكن كل واحد يعرف أهله وفصل. ما شاء الله. وش حالكم برتريا؟ نا بخير وصحة جيدة الحمد لله، لكن الأحوال ها ربنا يعلم بها. الحمد لله في خير وبنعمة، شكر لله.
الحمد لله. الحمد لله على كل حال. أنتم بالبر هنا. بالبر إحنا وعايشين في حفظ الله. راعي الحلال. راعين حلال وبخير وعلى نصحة جيدة الحمد لله. الحمد لله. لكن ما هو مثل الوضع. ما هو الوضع الأول لا بالله. الوضع الأول حلو. أي والله. ربنا يحلويها إن شاء الله. الله يكون بعونكم ويوفقكم إن شاء الله. جزاك خير. جزاك والله خير. رجع بإذن الله إلى أسمرة وأخذنا تاكسي بسعر تقريبا 160 دولار. الحين سرع قبل ما ادخل المطار وتفتيش، لذلك اللي عنده رحلة ياخذ حساب الوقت.